الانفجارات الغامضة عادت لتضرب الداخل الإيراني مرة أخرى، وصباح هذا اليوم كنا أمام انفجار كبير للغاية جاء في داخل إيران وتحديدا في مدينة مشهد. كما ترون الأوساط الإيرانية اعترفت تماما بهذا الانفجار الذي جاء صباح هذا اليوم، بل كانت هنالك لقطات لطبيعة الانفجار الذي جاء على إحدى أهم المصانع الموجودة هناك، ألا وهو مصنع إلكتروستيل. قالوا بأن ثلاثة مستودعات هي التي انفجرت وتسببت بهذا الانفجار، نتحدث عن 60 سيارة إطفاء، 100 رجل إطفاء أيضا كان موجودا من أجل إخماد هذا الحريق الكبير. لا قتلى لا جرحى طبعا من هذا الانفجار نهائيا، ولكن لا زالت هنالك كثير من الأمور الغامضة، حيث إن إيران قالت بأننا فتحنا تحقيقات لنعرف ما الذي جاء وما الذي تسبب بهذا الانفجار، ولكن على الأغلب لن نتحصل على شيء. فهذا الانفجار مثله مثل الكثير من الانفجارات رأيناها في السابق، إذا ما حاولنا أن نعرف أين جاء وأين تم هذا الانفجار تحديدا سنلاحظ بأننا من هذه اللقطة، من آخر مقطع قد صور لنا، سنلاحظ بأن التصوير يأتي طبعا من فرع، وهذا أمر مهم. ونلاحظ بأننا أمام شارع عام، ونلاحظ بأننا أمام ضوء يأتي هنا في الجزرة الوسطى تقريبا، معنى ذلك أن هذا الشارع ذهابا وإيابا. وكذلك سنلاحظ بأننا أمام قطعة كبيرة وهي تساعد كثيرا، كأنها قطعة إعلان أو لوحة للإعلان. مبنى آخر هنا ويأتي منفصلا عن مبنى آخر يبدو خلفه ويبدو مقعرا نوعا ما من طبيعة السقف، السقف لهذا المبنى مقعر، ويأتي الانفجار بهذا الاتجاه خلف هذا المبنى المقعر. علامات مميزة للغاية ستسهل علينا معرفة طبعا هذا الموقع، مع حقيقة بأنه مصنع إلكتروستيل الموجود أساسا في مشهد. هذا المبنى الذي نتحدث عنه المقعر واضح جدا هو مبنى على الأغلب يكون شكله بهذه الطريقة، وبالتالي يجب أن نبحث عن مثل هذا المبنى. وأيضا يجب أن ننتبه أن الانفجار كبير للغاية، يعني على الأغلب بأن هذه المستودعات كبيرة ليست مستودعات صغيرة لكي تظهر بالمظهر الذي ظهرت به بهذا الشكل. وبالتالي دعونا الآن نتجه إلى إيران مباشرة، إلى مدينة مشهد، لكي نلاحظ ما الذي جرى، أي نقطة تحديدا هي التي انفجرت. هذه هي مدينة مشهد التي ترونها شمال غربها تماما، ستجد مصنع إلكتروستيل، وهذا هو المصنع تقريبا، والمباني أو المستودعات الكبيرة تأتي هنا تقريبا بهذا الاتجاه. ومن حسن الحظ نوعا ما نجد الشارع ذهابا وإيابا هنا، وعندما تقترب من هذه النقطة ستجد المبنى المقعر، ستجد هذه اللافتة، وأيضا ستجد أيضا الشارع الفرعي الذي يأتي بهذا الاتجاه بالتفافة بسيطة. يبدو بأننا أمام علامات دقيقة للغاية، هذا هو الشارع الفرعي، هذه هي طبعا الشارع ذهابا وإيابا، وواضح جدا العمود الكهربائي، جزرة وسطية واضحة، هذا هو نقطة الإعلان أو لوحة الإعلان، وطبعا هذا المبنى الذي ترونه بشكل أدق بهذا الشكل الذي يأتي منفصلا عن المبنى المقعر الواضح بالنسبة لنا. وبالتالي كل شيء متطابق، سهل جدا أن تعرف هذا الموقع، ولكن الأهم أن الانفجار يبدو بأنه جاء هناك. دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نحاول أن نعرف. يتحدثون عن 3 مستودعات أو 3 نقاط هي التي انفجرت، وبالتالي سنلاحظ بأننا أمام العديد من هذه النقاط المتقاربة، ممكن أن تكون أي واحدة منها، ولكن كانت هنالك صورة قد نشرت من الأوساط الإيرانية نوعا ما تعطينا فكرة جيدة عن طبيعة هذه النقطة وهذا الموقع. أولى هذه العلامات التي يجب أن ننتبه إليها من هذه النقطة التي انفجرت، لاحظ بأن السياج أو الباب بأنها كهربائية، لونها أزرق طبعا، وأيضا ستلاحظ بأن هنالك كاميرات، واضح من طبيعة البوابة بأنها محصنة للغاية، يوضح نوعا ما بشكل أو بآخر بأن هذه نقطة على ما يبدو حساسة، ليس كل شخص يستطيع الدخول إلى هذه النقطة رغم أنه مصنع من المفترض أن لا يكون كذلك. أيضا نلاحظ بأن المبنى هذا طبعا هو كبير، ونلاحظ بأن خلف هذه البوابة أن هنالك سقفا لمبنى يأتي طبعا سقفه بالشكل المثلث المعروف، وأيضا بأننا أمام نوع من الحديقة والأشجار التي تأتي بهذه النقطة تحديدا، مع بوابة تبدو للبواب الذي هو يكون موجودا لإدارة البوابة لمن يدخل ولمن يخرج من هذه النقطة. إذن نحن أمام هذه العلامات، واضح بأننا أمام هنجر أو مستودع كبير، وبالتالي إذا ما عدنا إلى القمر الصناعي مرة أخرى فإن النقطة القريبة لحقيقة ما نتحدث عنه هي هذه النقطة،
إذا تتجه إلى اليمين قليلا فأنت ستجد نفسك أمام بوابة، مباني، مبنى كبير، لكن كثير من العلامات غير واضحة. بالاقتراب بالعودة بالتاريخ قليلا إلى عام 2022، هنا سنعود إلى شهر أكتوبر 2022، ها نحن أمام علامات تبدو متطابقة كما تلاحظ هنا، البوابة باللون الأزرق وطبعا بوابة واضحة جدا، مسافة بهذا الاتجاه، الحديقة واضحة جدا أو المزروعات أو الأشجار والشجيرات الصغيرة الموجودة هنا، وأيضا هذا المبنى الذي كان ظاهرا منه هذا الجزء، وهذه هي طبعا البوابة أو نقطة البواب التي تتواجد بهذا الاتجاه إلى الشمال. وإذا نحن أمام هذا المستودع الكبير، هو الذي انفجر، هو الذي تسبب بهذا الحريق، وعلى ما يبدو بأن النقاط الأخرى والمستودعات الأخرى إلى جانب هذا المستودع التي انفجرت تبدو بأننا أمام هذا المستودع، وهذا المستودع الأساسي، وقد تكون إحدى مثلا هذا المستودع قد يكون هو إحدى النقاط التي انفجرت أيضا، بما أن الأخبار والأوساط الإيرانية تتحدث عن هذه النقاط الثلاثة، بالتالي هو انفجار ليس بالعادي أبدا. ما هو مثير في هذه المسألة أن عودة هذه الانفجارات تأتي بعد فترة انقطاع كبيرة، لم نرى أي من هذه الانفجارات في الداخل، اعتدنا أن نراها في السابق في المصانع البتروكيميائية، في الحديد ومصانع الحديد وغيرها، لكن توقفت، الآن تعود، وتعود في توقيت حساس للغاية، في توقيت تقوم به إسرائيل بالعديد من الضربات على الأهداف الإيرانية في الشرق الأوسط وتحديدا في الداخل السوري. وما هو مثير في هذه المسألة بأن هذا الانفجار هو يأتي تقريبا بعد 9 ساعات أو 10 ساعات من ضربة إسرائيلية كبيرة جاءت إلى الداخل السوري، تحدثت عنها وكالة الأنباء السورية، تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، وطبعا أهالي دمشق استمعوا تماما لهذه الضربات، وشهدت واحدة من اللقطات المضادات الجوية للجيش العربي السوري وهي تتصدى للصواريخ الإسرائيلية عندما تقوم باستهداف أهدافها، التي دائما ما تقول إسرائيل عبر أوساطها الإعلامية وغيرها بأنها أهداف إيرانية تهدف من خلالها طبعا إلى تدمير مستودعات السلاح الإيراني أو حتى اختيار عناصر المهمة في الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هنا كما ترون من هذه العلامة التي ترونها بهذا الشكل، دعونا نعود قليلا إلى الصورة مرة أخرى لنعود إلى هذه الخارطة. الضربات التي جاءت طبعا الإسرائيلية باختصار شديد جدا هي كانت وحققت عددا من الاستهدافات المهمة، هي استهدفت منطقة هنا رادارية وهو طبعا منطقة تل الصحن، كانت فيها نقطة رادارية استهدفتها إسرائيل بسرعة، وذلك من أجل أن تحقق الأهداف التي تبحث عنها وتجعل المضادات الجوية في نقطة ضعف نوعا ما، لا ترى ما هو قادم من قبل الإسرائيليين. والإسرائيليين ببساطة استهدفوا طبعا نقطة يطلق عليها طبعا المجمع الإيراني، ألا وهو المجمع الموجود أساسا بالقرب من السيدة زينب، وأيضا استهدفوا أيضا نقطة أخرى موجودة في مطار دمشق، ليس واضح نظام مطار دمشق قد تأثر، ولكن هنالك نقطة قد ضربت هناك، وأيضا منطقة المعامل في الكسوة، المضادات الجوية كانت حاضرة بالنسبة للجيش العربي السوري من الكسوة، من نقطة أيضا من السيدة زينب كما ترون هنا من جبل قاسيون، وعدد من النقاط تمكنوا من إسقاط صاروخين بحسب ما تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولكن الضربات لحد الآن غامضة ولا أحد يعرف ما الذي حققته. هذه الضربات تأتي مكثفة كما تحدثنا، نتحدث عن 4 ضربات إسرائيلية خلال أقل من أسبوع، وهذه تعتبر الضربة العاشرة خلال هذا العام، الضربة العاشرة الإسرائيلية خلال هذا العام على الأهداف الإيرانية الموجودة في الداخل السوري، هذه تعتبر إحصائية كبيرة وعالية للغاية من قبل إسرائيل مقارنة بأي عام مررنا به، نتحدث عن 3 أشهر أو أكثر من 3 أشهر قليلا، وأنت أمام هذا العدد من الضربات، عدد الضربات التي تأتي دائما ونتحدث عنها على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري من قبل طائرات مسيرة غامضة يعتقد بأنها إسرائيلية. وهذه الضربة التي نتحدث عنها في سوريا والانفجار الذي جاء في الداخل الإيراني هي كلها تأتي بعد هجوم بطائرة مسيرة جاءت من الداخل السوري على شمال إسرائيل، وإسرائيل قامت بإسقاطها وقالوا ببساطة بأنها طائرة مسيرة
إيرانية، وجاءت طبعا هذه الضربات التي نتحدث عنها. والطائرة المسيرة الإيرانية هي جاءت بعدما توعدت إيران بالانتقام لأهم عناصرها في الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا خلال هذه الضربات التي نتحدث عنها، في طبعا الضربات التي جاءت في الداخل السوري وتحديدا في دمشق، عنصرين قتلا بهذا الشكل. كان هنالك تشيعا كبيرا لهذه العناصر المهمة بهذه الطريقة في الداخل الإيراني، حتى أن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي كان حاضرا في تشييع هذين العنصرين القياديين الموجودين، طبعا كانوا وموجودين كانوا في دمشق. يوضح أهمية هذه الأطراف التي طبعا استهدفت من قبل إسرائيل، وتوعدت إيران بالاستمرار بالانتقام لقتلاهم طبعا بهذه الطريقة. وطبعا إسرائيل مستنفرة في عملية استهداف الأهداف الإيرانية بشكل عال للغاية. بدأت هذه الاستهدافات تتصاعد بشكل كبير منذ الشهر الماضي بعدما وجدت إسرائيل تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضح بأن تخصيب اليورانيوم في نقطة معينة، إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 83.7%. وأيضا بعد ذلك إيران وجدت أن هذه الأنباء تتزامن مع الزلازل في تركيا والزلازل في سوريا، التي وجدت إسرائيل بأن إيران تستغل هذه المسألة من خلال تقول بأننا نرسل مساعدات إلى الشعب السوري، ولكن في حقيقة الأمر كما ترى إسرائيل أن إيران ترسل الأسلحة عبر الجو، مضادات دفاعية، مضادات جوية، أسلحة للفصائل المسلحة الخاصة بها بسوريا لتهدد إسرائيل، حتى عبر الممرات البرية الخاصة بها التي تأتي عبر العراق إلى الداخل السوري. وبالتالي بدأت تستهدف الأهداف الإيرانية في سوريا بلا رحمة بالنسبة لإسرائيل طبعا، وهذه مسألة خطيرة للغاية. ولكن لا زالت الأمور الدبلوماسية حاضرة. هنالك محاولة أمريكية مثيرة نشرت عنها تفاصيل عن طريق موقع أكسيوس، وتحديدا من هذا الرجل باراك رافت صاحب أهم التسريبات دائما وأبدا على موقع أكسيوس. تحدثوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الوصول إلى اتفاق سريع ومؤقت مع إيران من أجل مسألة الابتعاد عن خطر توجيه ضربة إسرائيلية تجاه المفاعلات النووية. وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه التفاصيل التي نشرت نقلا عن 10 مصادر إسرائيلية وغربية وحتى أمريكية مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرس في شهر يناير من هذا العام محاولة نهج جديد لإعادة الاتفاق مع إيران بسرعة. وهذا النهج الجديد هو مبني طبعا درسته في يناير، وفي فبراير أبلغت إسرائيل وأوروبا بأننا نريد ببساطة أن نقوم برفع بعض العقوبات عن إيران، ونريد من إيران أن تقوم ببعض الالتزامات النووية التي نريدها منها، وبشكل أساسي مسألة تخصيب اليورانيوم الذي يصل الآن إلى 60% في منشأة نطنز وفوردون. نريد منك يا إيران أن تخفضي تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مقابل هذا الاتفاق الذي سيكون مؤقتا. وهذه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيض التصعيد، لأن إسرائيل في الفترة الأخيرة وبعد أن قامت إيران برفع تخصيب اليورانيوم بمستوى عال للغاية، أبلغت أوروبا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نشرته أكسيوس سابقا، بأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم عن 60% بأي شكل من الأشكال في الفترة القادمة، فإننا ببساطة سنضرب المفاعلات النووية لوحدنا ولن ننتظر أحدا أبدا. وهذه من الممكن أن تحدث عن دون قصد من إيران، ممكن أن تكون هنالك تقلبات في تخصيب اليورانيوم يصلون ل 65%، وتأتي إسرائيل وتفاجئ العالم بضربة على المفاعلات النووية تشعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط. لذلك بالنسبة لإدارة بايدن بحسب موقع أكسيوس قالوا بأننا نخفف بعض العقوبات، نريد بعض الالتزامات النووية وتخفض تخصيب اليورانيوم، وبالتالي يكون هو اتفاق مؤقت بيننا حتى نصل إلى اتفاق حول الأمور المختلفة عليها. لنأخذ وقتنا قليلا في مسألة التفاوضات، لا داعي لتصعيد الأمور. وطبعا هذا النهج وهذا النوع من النهج سبق وأن حدث في عام 2013 من قبل أهم أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا، ألا وهم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وكذلك ويليام بيرنز وهو رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA. هذان الشخصان كانوا من العناصر المهمة في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2013. تمكنوا من استخدام هذا النهج ووقعوا اتفاق مؤقت مع إيران لمدة 6 أشهر، واستمروا بتمديده حتى وصلوا إلى الاتفاق النووي في عام 2015. وطبعا هم يحاولون الآن
إعادة الكرة مرة أخرى، إعادة هذه التجربة مرة أخرى مع إيران، ولكن بحسب ما تحدث عنه موقع أكسيوس إيران رفضت هذا العرض حتى هذه اللحظة على الأقل التي نتحدث بها، وهذا ما قاله موقع أكسيوس. رفض المسؤولون الإيرانيون حتى الآن النهج الجديد، قائلين أنه لم ينجح من قبل، ولا يريدون اتفاقا يتضمن أي شيء أقل من الاتفاق النووي لعام 2015. نعود للاتفاق النووي لعام 2015 أو لا اتفاق نهائيا، ولن نأخذ بأي اتفاق مؤقت. وقد يكون سبب من الأسباب التي تجعل إيران متزمتة في هذه المسألة أنها لا تريد الارتباط الآن بالغرب، لأنها لازالت متزمة مع روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية، فلازالت الطائرات المسيرة الإيرانية تظهر على الداخل الأوكراني بشكل خطير. وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت بهذا الشكل، لاحظ اليوم في 4 أبريل، بأن كانت هنالك 17 طائرة مسيرة مفخخة من شاهد 136 الإيرانية استخدمتها روسيا في استهداف عدد من الأهداف في الداخل الأوكراني، وتمكنت طبعا أوكرانيا من إسقاط 14 طائرة مسيرة، ولكن بقية الطائرات ضربت أهدافها بنجاح. ونتحدث عن أوديسا تحديدا المطلة على البحر الأسود، ضربت بهذه الطريقة، هذه واحدة من الضربات، كانت هنالك ضربة أخرى بالطائرات المسيرة بهذه الطريقة. وأيضا في نفس الوقت أن روسيا تمر في وقت عصيب، الفترة القادمة لن تكون سهلة على روسيا لسبب مهم، بأن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو التي ترونها أمامكم هنا، وهي طبعا جوليان سميث، كانت واضحة جدا وقالت بأننا نتوقع كإدارة أمريكية بأن أوكرانيا مقبلة على هجوم كبير على روسيا، سيتصدر الأخبار، سيتصدر الأنباء، حتى أن موقع رايبر كان قد تحدث اليوم بأن الأوكرانيين فعلا أنهوا عملية تجهيزاتهم في للقيام بهذا الهجوم، وتحدثوا عن النقطة التي اكتملت فيها التجهيزات. هنا كما تلاحظون زاباروجيا، وهنا طبعا هذا هو نهر الدنيبر الذي ترونه، وهنا طبعا هذه المناطق التي يتواجد فيها الأوكرانيين، وطبعا خيرسون تأتي بهذه المنطقة تحديدا. بالنسبة لرايبر، هذا الموقع المهم، كان قد تحدث بأن القوات الأوكرانية أكملت استعدادها في منطقة قريبة من زاباروجيا ألا وهي أورخيفي، وهذا يوضح بأن عملية التحضيرات التي تأتي بالنسبة للأوكرانيين هي قد اكتملت في هذه المنطقة، ويوضح بأن الهجوم القادم بالنسبة للأوكرانيين سيكون باتجاه بحر آزوف في محاولة لضرب كل التقدم الذي حققته طبعا روسيا بعد السيطرة على كل هذه المناطق التي نراها، من ضمنها طبعا إقليمي دونباس، دانييتسك ولوغانسك، يريدون قطع كل شيء والحصول على النفوذ مرة أخرى على بحر آزوف. بل أيضا أن هنالك هجوما واستعدادات أيضا في مسألة الهجوم باتجاه شبه جزيرة القرم من خيرسون، ومحاولة دفع القوات الروسية أساسا بهذا الاتجاه، وهذا الإثبات هو جاء من خلال ما نشرته الواشنطن بوست عن أمر يجري لدى الروس تحديدا هنا في شبه جزيرة القرم، استعدادات كبيرة لمحاولة التصدي أو التصدي لأي إنزال أوكراني مفاجئ في شبه جزيرة القرم، لإرباك الخطوط الموجودة طبعا للروس في الدفاع عن خيرسون تحديدا. الواشنطن بوست هي التي نشرت هذه التفاصيل عن طريق صور محدثة من الأقمار الصناعية من شركة ماكسار تكنولوجيز، التي لاحظ كيف هي نشرت هذه الصور. هنا صورة قبل في 27 من فبراير لنقطة معينة في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، لاحظ في 12 من مارس ما الذي جرى، كيف إن الخنادق قد هيئوها الروس بهذه الطريقة، أيضا هنا قبل وبعد، هنا في 3 يناير في نقطة أخرى موجودة أيضا في شبه جزيرة القرم، وفي 11 من فبراير لاحظ كيف التجهيزات والخنادق قد انتشرت بهذه الطريقة الكبيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك أن الأوكرانيين الآن تسلموا المزيد من الطائرات الحربية من نوع ميج 29S، وهذا طبعا قد تسلموا هذه الطائرات من قبل بولندا، أي أنهم لا يمتلكون فقط الدبابات أو العنصر البري، ولكن يمتلكون أيضا الطائرات الحربية القادرة على تغيير الكثير من المعادلات في هذا الهجوم المرتقب، الذي يعتقد بأنه سيبدأ بعد منتصف هذا الشهر في أي لحظة. وحتى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية وهو يوري إغنات كان سعيدا للغاية، ظهر أمام شاشات التلفاز في أوكرانيا وقال بأننا نستعد كثيرا لهذه المعركة ونستعد لهذا الهجوم الكبير، وبأن طائراتنا الآن بخير وسنكون بخير في هذه المعركة. وطبعا هذه تعتبر نقطة مهمة للغاية بالنسبة للأوكرانيين، وبالتالي
قد يفسر هذا الأمر لماذا إيران لا تذهب مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب من أجل العودة للاتفاق النووي، لأن لا زالت هنالك التزامات، مواقف صعبة في الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تكون اتخذت القرار لعدم العودة للاتفاق النووي.